طيب انا عايز اقول لكم انا واحد من الناس واعتقد ان في زي كتير عايشين دايما في حاله نوستالجيا لكل ما هو قديم، فترات زمنيه سابقه، سواء انا شخصيا كنت معاصرها او حتى مش معاصرها، ويمكن اللي مش معاصرها بتستهويني اكتر. دايما كل ما هو لها علاقه بالتاريخ بيبقى شيء مشوق، وبالتالي احنا بنسعد في كل مره بيكون موجود معانا فيها الاستاذ محمد صادق الراعي الرسمي للتاريخ وللمطبوعات التاريخيه والصحف زمان. صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال عليكم وعلى مصر الجميله وعلى شعبها الجميل وعلى الاهلاويه المحترمين. صباح الخير عليك استاذ محمد، وزي ما كريم قال كده سعداء بيك، وناس كتير بتنتظر يعني فقرتك، ونرجع معاك بقى من النوستالجيا، ودايما كده بتجيلنا معاك منشطات وجرايد وحاجات كلها عمرها يمكن 40 و50 و60 سنه فاتت. فخلينا نبدا معاك، انت محضر لنا حاجات عن يعني لعيبه اهلي قدامى وكمان او سابقين، وكمان عندك كده منشطات عن افريقيا بقى، بطولات افريقيا. انا النهارده يعني عايز اقول تاريخ افريقيا او تاريخ كاس افريقيا مع لعيب الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. تاريخ النادي الاهلي عظيم جدا، فاحنا عشان بنعيش في يعني اوقات صعبه او تفكير والماتش والنهائي ونعمل ايه وكده، فعايز اجيب افكر الناس ان دي مش اول مره، يعني الحياه احنا عشناها قبل كده كتير جدا جدا. يعني مثلا اول بطوله لافريقيا كانت بدات 1982 ها، وكان فيها لعيبه عظماء. اول بطوله جابها النادي الاهلي في دولابه افريقيا هي كانت 1982. هنا لو جبنا، انا ليه عايز اقول بس معلومه صغيره، انا بفرحان قوي وانا بجهز حاجات عندي في المؤسسه، وبفرحان وشيلهم على كتفي كده بالبلدي كده، واجي بيهم القناه وفرحان. طب ما تخليهم والحاجه متصوره وهنتكلم عنها. لا انا احب اجيب كده الناس تشوف الحاجات القديمه قدامنا، هي كميه حوالي 200 قطعه، عشان الناس تعرف ان قناه الاهلي بتحترم عقول المشاهدين بانها تجيب لهم الحاجه الاصليه واحنا بنتكلم عنها. لما تيجي بقى صوره يبقى موجوده، اي حاجه موجوده احنا بنجيبها وبنتكلم عنها. صحيح. يا جماعه ده النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن علاء ميهوب، كوتوكو 3-0 هنا، 1-1 هناك، 82 فرحنا مصر، ها احنا بنتكلم جورنون ادي مثلا مجله، ها هنشوف برضو قبل ما نخش على الصور، وده هنجيبه، بس عايز اجيب الاساسي بس. الله هي. شوف الله هنا. على الجيل ده الجيل 1982 بطولة عظيمة جدا جدا جدا، لأنها كانت أول مرة تخش دولاب النادي الأهلي. البطولة كله هنا هنتكلم عنها. شكرا للأستاذ المخرج إن هو جايبها. أي ما شاء الله. بس احنا عايزين نركز بقى يا استاذ محمد على افريقيا، يعني كاس افريقيا لو ترجعنا بقى بالتاريخ من زمان. واصعب البطولات والكواليس يعني دي حابين جدا الاهلي نسمع. لو قلنا بعض الاوائل كده البسيطه، ان الاهلي في 1976 اشترك لاول مره في كاس افريقيا، لعب مع فريق مولوديه وحسب هزيمه هناك بسيطه، وجينا هنا الماتش الثاني كسبنا 1-0. الماتش ده كان غريب جدا، كان في حارس مكاوى صد مثلا 15 كوره 14 كوره جون. كابتن الخطيب الكابتن كله يشوط عليه، ما فيش كوره مش عايز تخش. ويحصل هنا حاجه ظريفه، ان ده كان اول ماتش في افريقيا هنا، واول جون او اول هدف يحرز في هذه البطوله كان الكابتن محمود الخطيب ها في بطولات افريقيا 1976 من ضربه جزاء. فدي حاجات ظريفه طبعا. لو احنا جينا بقى نتكلم عن الحاجات اللي نبدا الحاجات الايجابيه من 1980، احنا قعدنا من 82 ل 87 نوصل نهائي افريقيا، اذا كان ابطال دوله ولا ابطال كاس. السنة الوحيدة كانت 83 تعادلنا 0-0 هنا وخسرنا 1-0 بهدف مشكوك فيه وموجود، والتاريخ بيقول لو كان في فار ها زي بيقول ولا حاجة تانية كان لغى الجون ده، كان جون ما يعني التاريخ بيقول. هو الحقيقة مش دايما الفار بيلغي يعني حسب اللون يعني. فمن 82 ل 87 ها الأهلي بيوصل نهائي أفريقيا، نهائي البطولة، هي السنة الوحيدة اللي خسرت 83. 82 احنا بنتكلم عليها ليه؟ عشان بداية ظهور الأهلي مع البطولات الأفريقية 82. لو لما يجي بقى هنا الصور اللي احنا مصورينها هنشوف أجيال عظيمة توارد. شوف هنا دي صورة فوتوغرافية جميلة جدا يا جمال، الكابتن الخطيب ربنا يديله الصحة، كابتن الخطيب وشوبير وإكرامي أهي معايا الصورة هنا في إيديا، هي اللي هنا هي اللي هنا كل نجوم الأهلي 82، كابتن شوبير اهو، كابتن الخطيب رافع الكاس، وكابتن الجوهري الله يرحمه كان هو مدرب النادي الاهلي في هذه البطوله. صوره معانا اصليه، دي صوره فوتوغرافيه مش صوره جايبينها مكان تاني. هنشوف صور تانيه وحاجات تانيه جميله جدا بتواكب الحدث النادي الاهلي، جورنان النادي الاهلي يوم ما الاهلي كسب البطوله. الحمد لله والشكر لله، ربنا ان شاء الله النادي الاهلي ينزل جورنانه ويقول مبروك لمصر النادي الاهلي بطل افريقيا. دي حاجه 1982 ده كابتن الجوهر، وازاي هنا الناس
جايه. بص 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 المنظر الجميل، شعب المصري الجميل الوافي، نادي الاهلي بيستقبله بس النادي الاهلي في المطار، وكابتن الجهره طبعا هو في المقدمه وكان المدرب. شوف الفرحه على الناس، عشاء النادي الاهلي عبر التاريخ. طبعا ربنا يفرح الاهلاويه ويفرح مصر بالحدث الجميل ده، ونكرر الايه الانجاز تاني يا رب. نفس جميع الجرايد بقى هنا بتتكلم بكل من قلب الاشنت كوتوكو، ها معقل كوتوكو. وده في حاجه ظريفه، نزل رئيس جمهوريه رئيس الجمهوريه في ارض في ارض الاستاد المباراه بهليكوبتر، ونزل بيحيي جماهيره ان احنا هنكسب خمسه وكده، وماتش الاهلي ربنا اكرمه تعادلنا 1-1. ونشوف برضو دي بعد البطولات المختلفه في 85 و87 و86، ها كابتن الكابتن مصطفى، كابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب، ها كوكبة جميلة، وكابتن علاء مايوك كوكبة، وكابتن علاء عبد الصمد كوكبة جميلة من تاريخ نجوم النادي الأهلي الأوفياء. طيب استاذ محمد بس اسمح لي كده نقول سريعا كده تعليق، احنا كنا انا وكريم علقنا في على جوله كابتن الخطيب ومجلس الاداره لتفقد المشروعات الانشائيه بفرعي هنا الشيخ زايد ومدينه نصر زي ما حضراتكم تابعتوا. جالنا بس تصحيح حابين احنا نقوله، ده من الاستاذ جمال جابر مدير اداره الاعلام طبعا بالنادي، وهو بيقول ان الجراج ده او جراج مدينه نصر هيكون على تحديدا مساحه 30,000 متر او اكتر كمان شويه، يعني هيسع تقريبا 1000 سيارة، والجراج كمان هيتم استخدامه خلال 6 أشهر، ده هيكون بحد أقصى، وهيكون جاهز كمان لاستقبال سيارات الأعضاء. بكده يكون مجلس بقى الإدارة حلت طبعا المشكلة أو المشكلة المزمنة الموجودة بقالها سنين طويلة جدا بسبب عدم وجود طبعا أماكن للركنة من ناحية شارع حسن هنا المأمون أو شارع الطاقة. المشكلة دي بنتكلم كمان ان من حوالي 10-15 سنة، ومفروض ان بنعتقد هنا بقى او الادارة بتعتقد يعني ان الجراج ده هيخلص هيحل ازمة هنا الركنة يعني، وهتكون على مساحة كبيرة زي ما قلنا 30,000 متر كمان او اكتر. فده تصحيح بس كنا حابين ان احنا ناكده على حضراتكم. عوده بقى لحضرتك يا استاذ محمد. جميل قوي النهضه الانشائيه جميله. طبعا احنا عرضنا نقطه مهمه قوي على فكره ساعه 1000 سياره، دي حاجه مهمه جدا. اكتر من فرع، وانا قريت قبل ما اخش كمان فرع في الاقصر الجديد، ده حاجه جميله جدا. النادي الاهلي مش جوه القاهره بس، احنا هننتشر في كل المحافظات ان شاء الله، ننتشر وهنتوسع ونخدم كل جماهيرنا. بنتكلم في تقريبا 80 مليون فانت لازم تتوسع في حاجه طبيعي محترمة. طبيعي. وكمان هنا بنتكلم عن هذا الخبر، يعني فكره ان سنين طويله كان في مشكله دلوقتي انت حلتها، فحقيقي تحية الدولة مشكورة برضو. الدولة مشكورة طبعًا. بتساعد النادي الاهلي كتير جدا في الحالات الانشاء الجميلة خدمة للايه للاعضاء. جميل، ارجع بينا بقى استاذ محمد للاجيال الذهبية اللي احنا بنستعرض اسمائها، وكل اسم طبعًا. منهم اتقل من الثاني طبعا طبعا طبعا. الاهلي تاريخ عظيم. هنا كده جبت حتة من مجلات المصور، ها في بطولة 85 كابتن جميل كابتن زكريا ناصف والكابتن الخطيب، ها وازاي دورهم الكبير في مشوار النادي الاهلي. انا بجيب حاجات ظريفة كده صغيرة، ها يعني ازاي في نجوم كبيرة وموجودة دلوقتي على الساحة، ها ليها دور طبعا. ها اللعيبة دي ما وصلتش اللي هي فيه دلوقتي الا بالاخلاص والجهد والعرق وخدمتهم للنادي الاهلي الكبير. طب وانت بتورينا صور عايزين نسمع حكايات حكايات كواليس كاس افريقيا، ايه الاصعب بطولة، ايه اصعب موقف حصل يعني. بطولات النادي الاهلي الافريقية ما فيش بطولة سهلة بتاتا. كويس. اذا كان في بطولات الدوري العام المصري بتلاقي اغلب الفرق في فرق كتير بتفضل من النادي الاهلي، في حاجات خارجيه بتفضل من النادي الاهلي، والاهلي بياخد يعني. انا ما انساش الدوري مش اللي خلص ده، اللي قبليه ده دوري انا في حياتي كلها 49 سنه ما شفتش زيه، في دوريات كتير صعبه، ها وفرق كبير نقط، لكن الدوري ده كل الامور والظروف واللي حواليك كانوا بيتحدوا النادي الاهلي، والاهلي كان بيكسب حتى في الدقيقه 90، ها في الدقيقه 95 في الوقت الضايع، وكان في فرق نقط، وقال وقعد ناس يقولوا هينزل حاجات كتير، واحنا كنا جمهور الاهلي متضايقين، لكن كان عندنا ثقه في فريقنا، والاهلي قدر في الدور الثاني يعوض ويقف كل الفرق وخدوا منها احسن لعيبه. لكن عايز اقول ايه، ان الاهلي ما بيقفش على حد، اهلي عظيم في كل بطولات افريقيا. شوف لما نجيب الصور، كابتن مختار كابتن خالد جد الله كابتن الخطيب كابتن علاء عبد الصمد، جميع يعني 50، 60، 70، 80، 90، 2000 نجوم مختلف اهو. كابتن الخطيب بيستلم الكاس في 1987 فزنا بكاس افريقيا، ها انا كنت في الماتش ده كنت موجود وكان عندي 16 سنه، احنا عيطنا في الملعب لما حسيت كابتن الخطيب نازل وعينيه كده ورمى من الضربه والعمليه، ونزل اخر ربع ساعه نسينا الماتش، الماتش 2-0 للاهلي، وينزل كابتن الخطيب يمتعنا، ما شفناش كوره في طول الماتش، انا بنزل كابتن الخطيب كوره بالكعب سروهات كوره جميله، ها لا يا خطيب لا، حسينا ان الخطيب هيسيب ها
الملاعب الخضراء، حسين الخطيب خلاص بيقول لهم رساله انا هعتزل كره القدم، كنا بنعيط حسينا بيه قبل ما يقول، فده تاريخ جميل احنا بنحسه في لقاء الاعتزال لما كان الخطيب بيعتزل، ها لا يا بيبو لا مالكش حق، كنا في الاستاد وعندي الغالب بحتفظ بالتذكره، دي حاجات جميله من احداث. احنا بنتكلم على اجيال، كل جيل منهم يعني اقل وصف ليه انه جيل ذهبي الحقيقه، ما تقدرش تقول ان في جيل معين من لاعبي النادي الاهلي كان مميز عن غيره. واحد من اشهر الاسماء في واحد من اشهر الاجيال في تاريخ الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي موجود معانا بالفعل على التليفون، كابتن شريف عبد المنعم. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير استاذ كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام، اهلا بيك. احنا بنتكلم صباح الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك. بنتكلم يا كابتن شريف عن بطولات افريقيا والنادي الاهلي وعبر التاريخ المشاركات الاهلاويه في البطولات الافريقيه، فحابين نسمع منك برضو. بطوله افريقيا دي كانت سنه 1981، كان ظروف كده ان احنا وصلنا السيمي فاينل وكنا خلاص يعني هنروح نلعب الفاينل، وتوفى استاذ رئيس محمد انور السادات وما كانش فيها الحظ، ودي كانت اقرب بطوله الحقيقه لنا، كنا عاملين فيها مجهود كبير جدا، وزي ما استاذ محمد اتفضل وقال حضرتك معانا بقى لو قدام حضرتك تلفزيون لو انت بتتابعنا تاريخ عظيم، هتلاقي صوره حلوه جدا لحضرتك موجوده معانا بالفعل على الشاشه. كان مجموعه كبيره جدا كانت بتحاول تحقق، كل سنه كنا بنلعب بطوله افريقيا، كان بتبقى في ظروف ضدنا، ما كانش في زي دلوقتي امكانيات كبيره قوي ان احنا طبعا كانت الملاعب وحشه قوي يا كريم بره، وكانت يعني اوان نروح نلعب الماتش في افريقيا نلاقي المايه بتنزل مغطيه رجلينا يا طبر يا كابتن والله، وبنضطر نلعب وبنبقى ضد الظروف وضد الحكام زي ما انتم شايفين يعني ده زمان كان طبعا ما نعرفش نتكلم معاهم كلمه يعني. طيب دلوقتي يعني بقى انا المجد بتاعنا اتفضل كانت اول يعني عندي طبعا بطولتين افريقيتين او ثلاثه حصلت عليهم. المجد الفعلي ان انا اول مباراه لعبتها في حياتي مع النادي الاهلي في الفريق الاول كانت مباراه افريقيه، كانت ضد هورس الصومالي، وعرفت فيها هدف يعني، كانت اول بدايتي انا خالص مع النادي الاهلي. جميل. طب كابتن شريف عايزين برضو ايه، طالما فتحنا الكلام عن البطولات الافريقيه، توقعات حضرتك ايه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ الايه يا فندم؟ توقعات حضرتك لمباراه الاياب او العوده يوم الجمعه الجايه باذن الله. والله يا كريم انا هقول لك على حاجه، الف مبروك على المباراه. كابتن واضح ان في مشكله في الاتصال. على كل الاحوال بنشكر كابتن شريف طبعا، شكرا جزيلا، وعوده لاستاذنا محمد صادق. ان شاء الله كابتن شريف معاه، انا بحبه جدا وشخصيه جميله، كان معانا قبل كده طبعا شخصيه جميله، وتملي مشجعني على كل ما يشوفني، ده حاجه كده جايه بالصدفه معايا. الكابتن شريف ربنا يديله الصحه كان بيقول هنا اول ماتش لعبته في حياتي كان افريقيا، ومع مين؟ مع فريق هورسد الصومالي. دي اول مباراه للكابتن شريف عبد المنعم، ها اول مشترك اهي معايا بالصدفه اهي، هو اكيد دلوقتي بيتفرج لسه كان الكابتن بيقول الكابتن شريف شخصيه جميله جدا، انا بحب على المستوى الشخصي، ها جميل جدا، انا عندي صور ليه ازاي كان اكتر مباراه بينكسر يعني كسور بالغه، وازاي كان بيشوف من الملعب ومكسور او بيلعب ومصاب، ها حبا في النادي الاهلي، دي مش شخصيه جميله الحقيقه، كان مميز جدا جميل. هنا بقى تاريخ الاهلي عظيم قوي وجميل قوي، يعني احنا لما دخلنا بقى على الصعيد الافريقي، ها اسبح الاهلي، وبعد كده بقى دخلنا على الصعيد العالمي وكاس عالم الانديه، واحنا الفرقه الوحيده المصريه اللي اشتركت في كاس العالم الانديه وحققنا فيه انجاز ميداليه برونزيه ثالث على العالم، ها فده كله من افريقيا، ما حدش بيروح كاس العالم الانديه من افريقيا، ها فاحنا رحنا كم مره، حاجه كانت مشرفه جدا لمصر، وكنا يعني سيبنا صوره طيبه جدا في اليابان، ودي بتعمل علاقات جميله ما بين الدول، مش اشتراك يعني رياضي فقط. فبنقول هنا ان الاهلي لما بدا 32، شوف هنا بقى الاهلي بطل افريقيا، ها ازاي الناس بتستقبله مع كل الجرايد، انا بحب اجيب يعني ايه اكتر من مصدر، ها جمهوريه، اخبار، مصور، المسا، صباح الخير، روزال يوسف، اي نوع من المجلات وجاب بتنزل ازاي كانت بتواكب فرحه المصريين في المقام الاول وفرحه الاهلاويه، ها اللي سعداء بفرقتهم ان كانت اول فرقه
ها داخل القاهره تاخد افريقيا بعد الاسماعيلي برضو اللي شرفنا 1970، وازاي دور النادي الاهلي كان جميل جدا 82 83 84 85 86 87 وبعد كده برضو كنا بنشترك ها وبنوصل ل يعني مراكز كبيره، واخد بالك ازاي في الادوار دور قبل النهائي والدور الثمانيه والدور النهائي. بس هو يعني في فتره كده جميله في تاريخ الاهلي الافريقي، ها ما بين صور ما بين جرايد ما بين مجلات زي هنا، ها كل فتره الاهلي كانون يا ويندي افريكا سبور كل الفرق بتلعب الاهلي وكسبها في النهائي. طب بص بقى جبت ايمن شوقي كابتن ايمن شوقي كابتن ايمن شوقي معانا اثبت بقى بالعدد ده معانا على التليفون نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر يا كابتن ايمن، وطبعا ويعني الزميل العزيز كمان في الاستوديو التحليلي. كابتن ايمن صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا هوان، صباح الفل يا كريم، صباح على ضيفكم الاستاذ محمد صادق، وصباح الفل على شعب مصر وجمهور الاهلي العظيم ودايما منورين قناه الاهلي. بوجودك وبوجود كل الزملاء حقيقي يا كابتن ايمن، و11 موسم مع الاهلي ختامه كان في 94 95، يعني عايزين كده من حضرتك برضو تدينا لمحه عن هذه الرحله الجميله اللي كانت مع الاهلي. اتفضل يا فندم. هو يمكن ذكريات حلوه جدا، وانتوا رجعتونا ل 25 سنه فاتت ولا ثلاثه، وكنتوا بتتكلموا على البطولات الافريقيه. يمكن كانت اول بطوله افريقيه اللي هي كانت سنه 85، انا جيت النادي الاهلي 84 سنه 85 كانت اول بطوله افريقيه، وكان اول مباراه ليا كان المارسا التونسي في تونس، وتسببت بضربه جزاء، وكان جاب ضربه جزاء في اخر دقيقه الكابتن مجدي عبد الغني، وكسبنا بالماتش ده 1-0. واول بطوله افريقيه ليا كانت سنه 87 ضد نادي الهلال السوداني، اللي هي كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب اللي نزل اخر 20 دقيقه وعمل سيرك وكان نزل مكاني يعني المباراه النهائيه. حلو جدا. استاذ محمد عايز يسال حضرتك حاجه يا كابتن ايمن. صباح الخير يا كابتن. انا صباح الفل يا استاذ محمد، ازيك؟ انا مبسوط جدا، انا كنت بتفرج على حضرتك على حضرتك وانا شاب صغير، كنت بروح الاستاد وشفت، انا جايب هنا صور كمان كانت جايباها الكواكب في 85 وحضرتك منور الصوره هنا اهي. ها صورة جميلة جدا في افريقيا حضرتك كنت بتتكلم عليها، بس انا كان نفسي اسمع من حضرتك بامانة، يعني كنت قاعد في الاستاد شعور حضرتك والله انا يعني كنت حاسس حضرتك السؤال ده قبل ما تقوله في ماتش النهائي افريقيا مع الهلال السوداني، كلعيبة جميلة بتحبوا بعضيكوا، وكابتن خطيب نزل في اخر ربع ساعة وحضرتك كنت جايب جون جميل جدا جدا في نهائي افريقيا وخدنا بيه الكاس بسبب الجون الثاني. عايز اقول شعور حضرتك ايه كابتن خطيب بيمتع جمهور الكره المصريه في اخر ربع ساعه، الجمهور بيغني مع الخطيب وحاسين ان هو هيسيب الكوره هيعتزل، وانتوا كلعيبه انا اسف يعني مع كل احترام، ايه التفكير كان فيه ساعتها والكابتن خطيب بيبدع في الربع ساعه الاخيره؟ ايوه بص انا عايز اقول لك حاجه، هو زي ما حضرتك بتقول كده كانت مباراه الهلال 2-0، وكان الهدف الاولاني جابه الجمال الثعلب بنفسه وانا جبت الهدف الثاني، وعايز اقول لك ان انا كان نفسي اكمل الماتش طبعا، وزعلت جدا جدا ان انا ما كملتش الماتش وقعدت لعبت مع كابتن محمود الخطيب اخر تلت ساعه. ويمكن هو كان ساعتها المدير الفني كان اسمه ديف باتلر، وكان الكابتن انور سلامه المساعد. فانا بعد الماتش يعني بكلم الكابتن انور يعني بقول له انا كان نفسي اكمل الماتش يعني، قال لي معلش احنا برضو طلعناك يعني كنت انت جايب جول والفرحه كويسه بالنسبه لك، واحنا قلنا نصبر شويه كان نفسنا برضو حسام حسن يجيب جول، فاحنا ادينا له الفرصه ان هو يكمل يعني. أيوة. ويعني ما فيهاش مشكله يعني. اللي زعلني بقى الماتش دوت ان انا ما كملتش ولعبت مع الكابتن الخطيب اخر 20 دقيقه، لان الكابتن الخطيب اخر 20 دقيقه عمل يمكن تقريبا احلى 20 دقيقه في حياته. امتاع احنا بكينا في الملعب طبعا. حسينا ان هو عايز خلاص، هو بيقول لكم يا جماعه دي رساله انا هسيب الكوره انا هعتزل انا كده صحيح. والله صحيح. وهو قال لي بعد الماتش قال لي يا ابني مش انت لو كنت موجود في الملعب كنت جبت لك جون ولا جولين من الكور بتاعتي دي؟ قلت له يا كابتن ده انت اللي مطلعني وداخل مكاني. لعيبه اوفياء خدموا الاهلي بروحهم بكل يعني طبعا. اتفرج على كابتن ايمن شويه ما يجيب جون فرحته
فرحه جميله كده بتهز لك، يجري يعمل كده ويعمل رجليه فرحه. شفنا له صور جميله من شويه وهو بيحتفل، تاريخ عظيم. احنا بس من الوقت الحلقه تاريخ عظيم كابتن ايمن شاوي، جميل صحيح. محترم صحيح. ربنا يخليك، ربنا يخليك، مشكرين جدا على الاشاده والجمال الكلام الجميل ده. الله يكرمك يا كابتن احمد، تاريخ جميل والله، نفتخر بيه والله. اشكرك كابتن ايمن، شكرا لحضرتك على هذه المداخله الغاليه، شكرا لحضرتك. شخصيه جميله جدا وحلو، وازاي كان ليه دور مهم جدا. انا بحب اتفرج على سوري التحرير بالليل، جميل، فيه هدوء كده، فيه اسلوب مختلف عن على سوري التحرير بنشوفه بره، في رقي، في يعني معلومات طبعا، في اسلوب يعني احترام للمشاهد. لما بيكون الاهلي بيلعب حلو نقول حلو، نقول وحش يا جماعه في عيوب، ده قلناها الفتره اللي فاتت، كنت في موضوعيه، حتى الضيوف محترمين اللي كانوا كلهم متواجدين بيقولوا، وده دي ما تلاقيش في استادات كتيره، ان يقول لك لا في اخطاء لازم نعالجها، لازم ده غلط، احنا اخطانا في كذا، ده شيء كويس. دايما عندنا مشكله معاك يا استاذ محمد. دايما الوقت معاك بيجري بسرعه البرق زي ما بيقولوا، من كتر ما يعني مواضيعك شيقه والحاجات اللي انت بتجيبها لنا معاك والصور الجميله، بس على وعد يعني بلقاء تاني كالعاده ان شاء الله. انا عايز اقول يا رب ربنا يوفقنا ويفرحنا يا رب. احنا الحاجه البسمه الجميله في مصر، اللي بنصدر جوه مصر وبنصدرها بره مصر. اتفرج لما الاهلي بيكسب اي مباراه، شوف الفرحه في الشوارع ما بنشوفهاش. ان شاء الله نشوفها يوم الجمعه الجايه. نفسنا نشوفها بقى. ده هودك عايز تقولي حاجه بسرعه قبل ما نختم. لا اتفضل. على ايه؟ ولا انا الله ده انا بيجري تهيؤات وانا قاعد. لعيب كوره حضرتك كبير، ترمي الكوره في ملعب الاهلي. قلب التهيؤات يا استاذ. والله تخيلت عايزه تقول حاجه. لا لا لا، هي بتقول هي فرحانه، انا متابعها، بتبص على اللعيبه بتوع الاهلي في الثمانينات والتسعينات، فرحانه جدا ها ان ازاي الناس دي لغايه دلوقتي موجوده وبتخدم النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي. يا رب دايما موجودين ومنورين تاريخ سجلات النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا ليك. شكرا.